السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم على خير؟ توحشتكم بزاف بزاف. اليوم غديكم معايا لواحد الخريجة، مشينا لزو غرينبي اللي كلشي هنا في كندا كيعرفو. غزال واحد الزو، وحداه لاصق معاه واحد البارك اكواتيك اللي كيعجب الدراري الصغار وكيعجب الكبار. فيه بزاف تاع لي زاكتيفيتي، ان شاء الله بقاو معايا باش تشوفوا. غنبدا لكم نديرو دويره في الزو، عاد نديكم للبارك اكواتيك. كيف ما كتشوفوا هذه هي الدخله ديال الزو، دايرين فيها الديكوراسيون ديال الورود، كاين واحد البليسات زوينين، واحد دي سناك صغار اللي بغى ياخذ لي ساندويتش، ولا كاين بيتزيريا، كاين دي كافي اللي بغى ياخذ كريم كلاسي، اللي بغى ياخذ. هنايا كاينين دي كيوسك اللي كيبيعوا لي توتو ديال الوليدات صغار، ولا نونوسات صغارين، لي سوفونير ديال كندا، سوفونير ديال لي زو، دايرين تيم ديال الحيوانات. بما ان حنا في حديقة الحيوانات كيف ما كتشوفوا هنايا، نونوسات صغارين، تيم ديال الحيوانات كاملين. غادي نخليكم معايا، تبقاو معايا ان شاء الله حتى لاخر فيديو باش تشوفوا هاد المناظر الغزاله. هاد النهار مشينا ما كانش الشمس بزاف، حنا اكسبري عزلنا هاد النهار حيت باش غدوري هاد الدوره كامله ديال حديقه الحيوانات ما خاصش تكون الشمس، الشمس قاصحه شويه. عزلنا هاد النهار اللي كان شويه فيه الغمام، مي داز زوين الحمد لله. وبعد مرات غتسمعوني سكت باش نخليكم تسمعوا الاصوات ديال الوليدات وديال الاجواء ديال حديقه الحيوانات. وحتى الزو عفوا حتى البارك اكواتيك بقاو معايا حتى لاخر فيديو، تساراو جميع ودوزوا معايا النهار كامل. Cependant, les lions ici ne peuvent pas avoir de bébés, puisque en majorité ce sont des frères et sœurs, premièrement. Ensuite, Caro, elle est rendue trop vieille. Donc, pour cette raison, ils ont tous été opérés afin de ne pas avoir de bébés. Pour ce qui est de la conservation, donc le lion d'Afrique est une espèce classée. قولوا
احمد اغطى بفتمه. Mais oui, on le sait que c'est décevant.